السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم 12/8/2022 في مصر، الذهب الأغلى 24 سجل اليوم 1188.5 البيع، 1177.25 الشراء. أما الذهب العيار 22 سجل 1089.5 البيع، 1079 الشراء. أما الذهب العيار 21 سجل 1040 جنيه البيع، 1030 الشراء. أما الذهب العيار 18 891.5 البيع، 882.75 الشراء. الذهب العيار 14 693.25 البيع، 686.75 الشراء. الذهب العيار 12 594.25 البيع، 588.5 الشراء. الذهب عيار 9 445.75 البيع، 441.5 الشراء. جنيه الذهب، الجنيه الذهب سجل 8320 البيع، 9015 الشراء. أما الأنصة بالدولار الأمريكي، سجلت الأنصة 1787 البيع دولار، 1786 دولار الشراء. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.